سيفي معك روحي إلك ولدي إلك جنوبي معك الله معك جنوبي معك الله معك الله معك يا نبي يا قائد حركة أمال الله معك يا نبي يا قائد حركة أمال يا جبل وما يهزك ريح يا جبل وما يهزك ريح حي على خير العمل. منع الترس. الهدف الثاني حفظ الجنوب، هذا ما بده شيء، أرض الجنوب، جبل عامل، أرض المسلمين، أرضنا وطننا، ما ممكن أن نسمح لإسرائيل تعتدي عليه قدر المستطاع. والهدف الثالث المقاومة الفلسطينية، ورائنا في المقاومة معروف، أرادوا أو لم يريدوا، كويسين أو لا، نحن نؤمن بأن إسرائيل شر مطلق، إسرائيل ضد الإسلام، ضد المسيحية، ضد الإيمان، ضد العروبة، ضد الوطن، ضد الإنسانية، شر مطلق. وفي الساحة المقاومة الفلسطينية هي عدوة إسرائيل، ضد الشر المطلق يصير خير مطلق، فإذا المقاومة لازم تبقى. الأهداف الثلاثة، نحن في بداية الأحداث، في أوائل المعارك، حتى في أوائل الجولة الأولى كنا نحن لهذه الأهداف الثلاثة نحن السلام. أما إذا هجمنا فندافع عن نفسه، هذا لا بد فكر ولا بد رأي. الإنسان بالتعبئ يدافع عن نفسه، والواجب أن يدافع عن نفسه. والحديث الشريف يقول عن حركة أمل بدافع موتوا راسي رافع، هاك اسمع يا المسامع واحفظ نهجي وتابع، عن حركة أمل بدافع موتوا راسي رافع. بالدم نفديك يا نبيل، بالروح بالدم نفديك يا نبيل.